نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن شكر عن والديه والحاضرين المسلمين. آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه: ما زلنا مع كتاب فرض الخمس، ما زلنا مع باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته رضي الله عنه أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قال: مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثم نفذ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: وكبر عليهما ذلك. قال: فقال: إن الشيطان يبلغ من الإنسان يبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ارتقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأن. نعم. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. نعم. أقول إخوتي الكرام في الحديث حديث اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة صفية للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا طرفا من الفقه في هذا الباب، من هذا الطرف أيضا فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحسن البيان في أنهم كانوا يحسنون الظن بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد قال علماؤنا: حسن الظن بالعلماء أمر لازم محتم في هذا الباب رضي الله عنه، أمر محتم في هذا الباب، لذلك قالوا سبحان الله يا رسول الله. وهذا كما قال علماؤنا: حسن ظن بالعلماء أمر واجب في هذا الباب، حتى ولو لم تجد عذرا فالتمس أعذارا في هذه المسألة وتحسن الظن بالعلماء، أولى بك من أن تسيء الظن بهم أو ترتب حكما مغلوطا على فعل محتمل عندك، ما أقول خطأ بل أقول محتمل عندك، لا يجوز لك أن ترتب أحكاما على العلماء بالظن، وهذا فعل المعتزلة فعل البدع والضلالة. الأولى لا تأخذ الناس بالظن، والأولى أن تحسن الظن بالأخيار، وهذا الذي كان في من الصحابة الكرام لما قال: على رسلكما، قال: سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله استعظاما تنزيها لله عن كل نقص، من يمكن أن يظن سوءا بالرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني لابد أن يكون في كبراء القوم والنبلاء وأيضا وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم يكون في نفس الأمر بحسن الظن دون سوء الظن بهم، وإن كان الكلام حمالا وجب أن يحمل على أفضل المحامل. لذلك النبي هنا بقى في هذا الجزء الأول. الجزء الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع عنهم حتى لا يؤثمهم، وهذا ما قاله العلماء، وأنه أن يرفع الإثم. لما مشى الأعمش مع إبراهيم النخعي، واحد أعور واحد أعمش، فقال له يعني أبعد عني. قال: لما؟ قال: لن يسكتون عنا، مش هيسكتوا هيتكلموا عنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الأعمش: نعم نمشي ويأثمون، هم سيتكلمون سيقعون فينا سيأثمون، نمشي ويأثمون. قال: لا، بل نفترق ويسلمون. وهو ده المطلب الرئيس، أن يسلم لا أن يقع في الإثم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل بذلك، فقال: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يغضب في قلوبكما شيئا. فهو أراد إزاحة الظن السيء عنهما. ولذلك ابن عينة لما ذكر هذا الحديث أراد تفسيرا يعني ممتلئا تفسيرا قويا له، فقال للشافعي: ما تقول يا شافعي في ذلك؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يهلك، فرفع عنهما ذلك بقوله: على رسلكما إنها صفية. ولذلك قال: الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وهذا أيضا على الإنسان أن يقطع حبال الشيطان إذا وصلت لأحد، يقطعها قدر الإمكان، فإن قطعها مرة قطعها مرة فيكون الأمر خلاص يبقى على هذه القطع الذي حدث في مرة وحدث في مرة أخرى قطع حبل الشيطان، إذن مش في كل مرة حبل الشيطان يتجدد، تجدد حبل الشيطان هذا مدخول، هذا يجعل الذي الناظر يكون مخطئا، لابد أن يراجع نفسه في ذلك ويقول: قطع حبل الشيطان، قيل لي ما حدث، فلا بد أن يقطع حبل الشيطان لا يبقى معه. وهذه المشكلة كلها عندما يتجدد لابد من طرده، لابد من ملاحقته وطرده. أحمد كيف أنت حبيبي؟
حفظك ربي أحسن الله عليك حازم رضي الله عنك. فأقول إخوتي الكرام كان من النبي صلى الله عليه وسلم نبلا من النبي صلى الله عليه وسلم كان منه نبلا ليرفع عنهم الإثم. وقال أن الشيطان يجب من الإنسان مجرى الدم، فإذا قطعه مرة المسألة لا تحتاج إلى تكرار، إن قطع مرة وانقطع مرة ثانية يبقى يرتكز على هذا القطع لأنه من باب إحسان الظن. وهذا يدل كما قلت على فضل الصحابة ونبل الصحابة وأخلاقيات الصحابة في ظنهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك طلبة العلم بالعلماء لابد أن يكونوا من أنبل الناس عند الظن بهم، ولو تحتمت القراء المحكمة في هذا الباب يلتمس أعذارا ولا يلتمس أعذارا يستغفر له ويدعو له في هذا الباب. هذا فعل النبلاء من الطلبة، وأيضا على الوكيل على العالم أيضا أن يرفع المأثمة على صاحبي وأن يتقي لها في قدر كان ولا يخذله. من خذل مسلما عند النصرة خذله الله، وخذلان الله للإنسان ليس فيه أي ارتقاء بعد ذلك. حبيبي رضي الله عنك أحمد، نفع الله بك الأمة الإسلامية حازم رضي الله عنك. والحديث الثاني أن أيضا نشوف الشاهد أنه قال ارتقيت فوق بيت حفصة، قال بيوت، قال منسب بيوت إليهن، يعني بيوت أزواج النبي، فالبيت هنا منسوب لحفصة رضي الله عنها وأرضاها. قال ارتقيت فوق بيت حفصة، وهذا أيضا من النبل أن السلام يجعله لهم لهن، وهو الذي أتى بذلك والذي بنى هذه البيوت والذي أتى بها. قال فوق بيت حفصة فرأيت أن سلم يضع حاجته مستقبل القبلة مستقبل الشام، وهذه فيها أنه استقبل الشام واستدبر القبلة عند قضاء الحاجة عندما كان هناك في البنيان يصح الاستقبال والاستدبار على الراجح من قوله العلم. أما في الخلا وفي الفضاء فلا يجوز لا الاستقبال ولا الاستدبار. ولذلك لما كان في الصحراء فأناخ ناقته وقضى حاجته، قال له نافع ألم يكن هذا محرما؟ يعني قال في الخلا في الفضا هو جعل ساترا لما أناخ الناقة جعل ساترا في هذا البال. نعم رضي الله عنك عنه حازم جزاكم الله خير. فهذه تدل على التفريق في الاستقبال والاستدبار بالنسبة للبنيان، فإن كان في البنيان جاز الاستقبال والاستدبار، وأما إن لم يكن في البنيان كان في الخلا وفي الفضاء لا يجوز. الفاظ المستنبطة تتأتى بعد الانتهاء من الباب. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.